السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على سكراتش. هي تعتبر لغة برمجة أو برمجة بدون كود. لو احنا دخلنا على موقع الصفحة الرئيسية بنلاقي في ناس كتير عملت مشاريع قوية جدا باستخدام اللغة السهلة جدا اللي احنا نشوفها مع بعض، وهي من إنتاج الـ MIT، وده معهد متخصص جدا في مجال التكنولوجيا ومن الحاجات اللي هي نمبر 1 على مستوى العالم في موضوع التعليم والأبحاث. فهتلاقي سهولة جدا وتقدر أطفال تتعلمها ويقدر أي حد يتعلمها لو هو عايز يفهم مبادئ البرمجة. وأنت بتحط مثلا حاجة زي كده، هو بيبدأ يكتب الكود بتاعها، يعني يكتب مثلا move this item 10 steps وهكذا. تمام، طيب خلينا نشوف الفكرة. زي ما أنت شايف دراج أند دروب، الموضوع سهل جدا خالص. تقدر تيجي من هنا تختار اللغة، وفي اللغة العربية لو انت حابب. تقدر تيجي من هنا فايل وتقول له نيو وتبدأ ملف جديد. تقدر تقول له سيف، ممكن تسيف نسخة تانية، ممكن تحمل من على الكمبيوتر، لأن تقدر تحمل داونلود للسكراتش تشغل بيها على الكمبيوتر، وتقدر تشغل بيها على التابلت، وتقدر سيف الملف دوت على الكمبيوتر لو انت حابب. نيجي هنا في إيديت، تقدر تعمل ريستور استعادة، تمام، أو تعمل تيرن أون تيربو مود زي ما هنشوف مع بعض. طيب هتلاقي هنا ده اسم الملف اللي أنت شغال عليه، تقدر تديله أي اسم، وتقدر تعمل شير فتشاركه مع أصدقائك. بس إحنا لسه معملناش حاجة خالص، فمينفعش إن أنت تديهم ملف فاضي، لأن أنت بتخلي القط ده يتكلم ويتحرك ويلعب وهكذا. تقدر تضيفه للاستوديو، تقدر تحط كوبي لينك تبعته للناس، تشيره على وسائل التواصل الاجتماعي. هنا بتلاقي الحساب بتاعك، فانت ممكن تيجي هنا وتقول له ساين ان. المفروض هنا بيبقى عندك ساين اب او ساين ان، يعني تبدا تعمل حساب. ده البروفايل بتاعك، فتلاقي بقى الملفات اللي انت عاملها. طيب هنلاقي هنا ده الجزء بتاع الكود، هتلاقي هنا الجزء بتاع الكاستمز. الكاستم بيعمل ايه؟ لو انت عندك اي كائن هنا بيبدأ يعمل لك كاستم، تقدر تغير فيه الشكل بتاعه. تقدر تخش هنا على الساوند، تبدأ تشوف الساوند وتسجل فيه. طيب خلينا نبدأ في الكود. هنا بتكتب الكود، وهنا بتظهر ملف العمل بتاعك، وتقدر تشوفه بالشكل دوت، او تقدر تعمل تكبير بالشكل دوت لو انت حابب. الزرار ده مهم جدا، ده اللي هتبدأ بيه الكود بتاعك يتحرك. طيب اول حاجه بلاقي هنا عندي الموشن اللي هي حاجات الحركه، تمام. هتلاقي عندك لوكس اللي هي الحاجات بتاعه الشكل، وحاجات ان هو يبدا يحط كلام معين. هنا الساوند، الحاجات الخاصه بالصوت. ده الايفنتس، الايفنتس عباره عن حدث، يعني لما هعمل حاجه هو هيبدا ينفذ الحاجه دي. مثلا لما ادوس سبيس مثلا هيبدا يعمل الحاجه دي، او لما ادوس على علامه جو يبدا ينفذ الاوامر ديت، تمام. كنترول، تبدأ تتحكم مثلا لو انت عايز تعمل قاعدة معينة، مثلا زي اف، لو حصل حاجة نفذ كذا، لو ما حصلش حاجة نفذ حاجة تانية اف else. فالطفل يبدأ يتعلم افكار البرمجة. هتلاقي عندك هنا سينسينج، بيبدأ اقول له لو لمس حاجة معينة، لو الماوس مثلا قرب منه يبدأ يحرك حاجة معينة وهكذا. هنا العمليات الحسابية والرياضية، هنا الفاريابل المتغيرات، هنا بلوكس تقدر تعمل بلوك ميك ا بلوك وتحط فيها الاكواد اللي انت عايزها. تقدر تيجي هنا وتضيف حاجه خاصه بالقلم، مثلا حاجه خاصه بالميوزك، حاجه خاصه بالفيديو سينسينج، بحيث ان انت تيجي هنا مثلا وتقول له ده مثلا بدأ يعمل الكاميرا اهيت، فانت ممكن تحط اوامر خاصه بالكاميرا، وليكن مثلا اول ما تبدأ كليك يبدأ مثلا يعمل حاجه معينه، وليكن مثلا يغير الشفافيه من 50 مثلا نخليها 10، أو تخليها 90 بالشكل دوت. ممكن تقول له خلي الفيديو اون أو اوف فتقفل الفيديو، أو تعمله اون فليب يعني يعكس الفيديو، يشتغل بس يبقى بالمعكوس، تمام. طيب خلينا نقول له اوف. خلينا نبدأ بالأول بالموشن مثلا. الموشن يعني ايه؟ خليه يتحرك مثلا 10 حركات بس، كل ما هتدوس بيتحرك 10 حركات بس. طب لا، ده انا عايز يتحرك فور ايفر مثلا. طب فور ايفر قلنا نروح لفين؟ لكنترول واقول له فور ايفر.
تمام، واحط جواه الحركه دي، يبقى اول ما اقول له جو هيفضل يتحرك لحد ما يجي يخرج. طيب شد من ديله كده، تمام. طيب انا عايز اقفل الكاميرا، فهقول له كاميرا اوف. طيب انا دلوقتي خليته يعمل حركة، بس لما بيوصل هنا انا عايزه اول ما يوصل للحاجة للاخر يبدأ يرجع، فهقول له لو انت وصلت للايدج خلاص بونس عكس. ده عكس وقلب، واخد بالك؟ يعني مش عكس بس القط، لا ده عكس وقلب. فانت ممكن تقول له لا ده انا عايزك ايه الروتيشن بتاعك يبقى من خلال الليفت والرايت اهو بالشكل دوت. طب انت ملاحظ حاجة؟ ان هو الصورة بتاعته ثابتة. طيب لو انت دخلت جوه الكائن دوت قلت له كاستم، هتلاقي ان في دي ودي، لو دي كده كأن هو بيتحرك، العين هتحس ان هو بيتحرك. هنقول له كود ونقول له وانت تمشي لما كل مرة فور ايفر تمشي 10 خطوات وتبدل بين الصورة دي والصورة ديت. فهنيجي هنا في اللوكس ونقول له نيكست كاستم. بص هو اللي بيحصل ايه، ان هو بيبدل بين صورة وصورة. طيب بس انا حاسس ان هو سريع شوية، فاحنا ممكن نبطئه يعني نقول له ويت، انتظر شوية. طيب فين بقى الويت؟ هتلاقيها غالبا في كنترول، هتقول له ويت بيستنى ثانية، لا ثانية كتير، خليها بوينت تو مثلا. شايف؟ تحس كده ان هو ايه بيتحرك واصطدم ورجع لحد ما يوصل للناحية التانية. طيب عايزين نحط له مثلا صوت، فهاجي هنا في ساوند واقول له اعمل لي صوت القطة. لو حطيتها جوه فور ايفر يبقى كل مرة هقعد يعمل صوت القطة ازعاج، تمام. فانا احط الصوت فين؟ احطه هنا، ويبقى هيعمل صوت القطة مرة واحدة، واللي جوه دول هما اللي هيتحركوا. طيب أنا عايز أغير الخلفية، كل مرة يغير خلفية، فهنيجي هنا تمام ونختار خلفية تكون مناسبة مثلا، وليكن مثلا دي، ماشي خلاص. والقط ده حطه هنا كده، تمام. خلينا نروح للخلفية. عايزين نضيف اكتر من واحده، فانا واقف على الخلفيه هنا، هيروح هنا اقول له باك دروب. طيب الخلفيه البيضه دي انا مش عايزها، واجي من هنا اقول له ان انا عايز مثلا 1 2، ده لو عايز خلفيه من عندي من على الكمبيوتر، تمام. واقول له مثلا انا عايز احط خلفيه مثلا زي كده، تمام. طيب تعال بقى نرجع للكود هنا، هقول له كل شوية بقى غير الخلفية ديت. طيب هنلاقي الخلفية فين؟ اللي هي دي. طيب هنا عندي سويتش باك دروب تو كذا، تقدر تختار اللي انت عايزه. انا عايز اقول له نيكست عشان كل مرة يغيرها بشكل مختلف كده. بص كل خطوة بيخطوها بيبدأ يجيب لي خلفية تانية وهكذا، تمام. فزي ما شايف الفكرة بتاعت البرمجة سهلة جدا، بتبدأ تبرمج زي ما انت عايز. طيب انا هنا عندي صوت انا عايز اقول له ريكورد، تمام. السلام عليكم، تقدر تحرك دي كده ودي كده، يبقى اللي في النص بس هو اللي هيسجل. السلام عليكم، تمام. ده بقى تقدر تخليها أسرع، السلام عليكم، تقدر السلام عليكم، السلام عليكم، تعمل له ميوت. لو عملت له ميوت يبقى ايه لازمته، تمام، وهكذا. طيب عايزين نقول له ممكن نعمل واحد تاني أو نعمل تراجع، السلام عليكم، تمام. طيب ده اسم مثلا ريكوردينج 1، فأنت ممكن تيجي هنا تقول له بدل 100 اعمل لي ريكوردينج 1. السلام عليكم،
طيب ده اسم الكائن، تقدر تغير اسمه وتسميه كات. طبعا لو حطيت كلب هيبدأ يهوهو وكده، تمام. ده الاكس والواي بتاعه، فانت لو غيرت كده الرقم بدوت هيبدأ يتغير المكان بتاعه، ده في الاكس وده في الواي، وهنا عايز تشوفه او ما تشوفوش، وهنا السايز بتاعه تقدر تكبر فيه الحجم بتاعه او تصغر من السايز دي، تقدر تغير مثلا تخليه مثلا 50. وهنا تقدر تلف كده اهو، تغير الدايركشن بتاعه زي ما انت عايز. السلام عليكم. السلام عليكم. بص الدايركشن، الدايركشن ده نخليه 90 زي الاول. طبعا خليك انه ماشي على الارض بالشكل دوت. طيب ممكن مثلا نقول له احنا عايزين مثلا طول ما هو ماشي بيغير الديجري. السلام عليكم. شايف عشان في زاوية 15 احنا حطيناها، لا احنا عايزين الزاوية دي نشيلها، هنيجي كده ونقول له كده تمام، وده 90. دي ممكن نقول له روح مثلا ناحية الماوس، بص دي اهي، دي هقول له مثلا لما ادوس مسطرة، بص أول ما ادوس مسطرة هيروح ناحية الماوس اهو. طيب ممكن نقول له لأ خليها مش جوتو، لأ جلايد. الجلايد معناها ايه؟ معناها اتحرك بس وريني الحركة. هنا جو بيتنقل من غير ما ابص، هنا اه بص اهو مطرح ما الماوس بيروح بيروح معايا. طيب ما دي ممكن نستخدمها ان احنا نرسم ازاي، هقول له بين واقول له اعمل لي بين داون، خليها احطها هنا حتى بين داون اهيت. بص بقى لما اقول له ابدأ يعني هيروح مكان الماوس، كل ما الماوس يروح في مكان هيبدأ يمشي ويبدأ ياخد القلم معاه بالشكل ده. فدي من ضمن الافكار الحلوة ان انت تعمل برنامج للرسم. طيب انا عايز مثلا يقول حاجة كتابة، فهروح اقول له انا عايز تقول لي مثلا كذا. طيب هيقعد يقول لك هلو، طب انا مش عايز يقول هلو، ممكن اخليه يحسب ارقام مثلا، ممكن اقول له احسب لي مثلا كذا وكذا، 5 و8 تمام. هيبدأ يشوف 5 و8 كام، بيقول لي 13 وهكذا. يقدر يعمل علامات حسابية، يقدر يعمل جوين بين حاجات، مثلا ممكن يجيب لي أول حرف من كلمة، ممكن يجيب لي طول الكلمة دي فيها كام حرف وهكذا. ففي إمكانيات كبيرة تقدر تعمل برامج ممتازة، ممكن تغير الكالر، ممكن تغير الشكل زي ما أنت عايز، ممكن تعمل مؤثرات على الصورة. ممكن لو في أصوات كتيرة تقول للصوت قول ساوند، ممكن تعمل قاعدة إف لو حصل حاجة معينة يبدأ ينفذ، لو محصلش يعني مثلا كنا نقول له إيه إف لو في شرط اتحقق. الشرط ده ممكن يكون عبارة عن إيه، عن مثلا خلينا نشوف العلامات الحسابية اللي موجودة هنا، لو الخمسة أكبر من 50 يعمل الحاجة ديت تمام. طيب الخمسة أكبر من 50 لا، فمش هيعمل حاجة. طيب لو الخمسة 55 أكبر من الحاجة دي هيبدأ ينفذ، ليه؟ الشرط اتحقق تمام. فهو البرنامج بيبدأ يعلم أفكار حلوة جدا في البرمجة.